بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولايات المتحدة الأمريكية تخطر تركيا رسميا بإخراجها من برنامج مقاتلات F-35 الشبحية. بدورها تركيا لم تتأخر في الرد، تركيا ترد على الإخطار الأمريكي القاضي بإخراجها من برنامج مقاتلات F-35. من جهتي سلجوق بيرقدار لم يتأخر في الرد، حيث نشر على صفحته على تويتر بعض المقاطع لطائرات بدون طيار مسيرة سوف تكون في الخدمة قريبا، وحدد لها موعدا بعد أن تم اختبارها في الطلعات الجوية المختلفة بكل الارتفاعات وتجريب الذخيرة الحية. لمتابعة هذه الموضوعات الخطيرة وتطورات العلاقات بين أمريكا وتركيا، تركيا التي تقول بأنها ماضية ولن تتوقف ولن تخضع للابتزازات الأمريكية، أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تركيا تتحدى أمريكا، وها هي المسيرة التركية الكبرى أكينجي، بل إن تركيا تهدد بما هو أكبر من ذلك. تركيا لم تتأخر في الرد، تركيا ترد على الإخطار الأمريكي القاضي بإخراجها رسميا من برنامج مقاتلات F-35. اختارت تركيا أن ترد بطريقة هادئة على الإخطار الذي وجهته لها الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بإخراجها رسميا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35، حيث جاء الرد من المدير الفني لشركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية سلجوق بيرقدار أمس الخميس، من خلال تأكيده على أن هدف الشركة تنفيذ أول طلعة جوية للنموذج الأولي من مشروع الطائرة المقاتلة المسيرة محلية الصنع عام 2023. رد المهندس التركي الشاب جاء عبر مقطع فيديو نشره على حسابه على انستغرام، معلقا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية المجحف في حق بلاده. ولفت بيرقدار إلى القرار الأمريكي القاضي بعدم تسليم تركيا مقاتلات F-35، ربما يكون لصالح الصناعات الدفاعية التركية حتى لو بدا وكأنه أمر سيء في الوقت الحالي، موضحا أن المنصة المحلية التي سيطورونها ستكون تكاليف توريدها وتشغيلها وصيانتها واستمراريتها أقل من تكاليف مقاتلات F-35. وأشار إلى أن أي نظام طيران سيتم شراؤه من خارج تركيا سيجعلهم معرضين لقيود خطيرة من حيث الاستخدام المستقل، موضحا أن هذه الأنظمة تحتوي على العشرات من الحواسيب المسؤولة عن المهام والرحلات والإلكترونيات الطيران التي لا يستطيعون الإحاطة بها بشكل كامل، على عكس منصة المقاتلة المحلية التي توفر الاستقلالية في الاستخدام. وكشف بيرقدار عن أنهم قاموا مؤخرا في بايكار بتسريع مشروع الطائرة المقاتلة من دون طيار، وذلك مع اكتمال منصة أكينجي التي عملوا عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا على أن هدفهم هو تنفيذ أول طلعة جوية للنموذج الأولي للمقاتلة دون طيار عام 2023. يأتي رد رائد الصناعات الطائرات المسيرة في تركيا عقب انتشار معلومات حول إخطار واشنطن أنقرة بفسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين ببرنامج إنتاج مقاتلات F-35 في 2006، والتي وقعت عليها تركيا في 2007. تركيا أيضا ترد بأساليب مختلفة. توساش التركية تقول بمقدورنا تصنيع مقاتلات F-35. المدير العام لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش تامل كوتيل يقول للأناضول، نعمل على تطوير أنظمة لتمكين المقاتلات من الطيران بدون طيار. المدير العام لصناعات الجوية والفضائية التركية توساش تامل كوتيل يقول للأناضول، نعمل على تطوير أنظمة لتمكين المقاتلات من الطيران بدون طيار. المقاتلة الوطنية التركية من الجيل الخامس ستكون مزودة بالذكاء الاصطناعي
ويمكن لتوساج تصنيع المقاتلة F-35 الأمريكية حال حصلت على الرخصة اللازمة، أي أن التكنولوجيا والإمكانيات والقدرات متوفرة تماما عند الأتراك. قال تامي الكوتيل المدير العام لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش إن الشركة قادرة على تصنيع مقاتلات F-35، كما أنها تعمل حاليا على تطوير تقنيات الطائرات المسيرة إضافة إلى الطائرة المقاتلة الوطنية التي يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور الطيار المساعد. وفي تصريحات للأناضول أوضح كوتيل أن شركة توساج تنفذ مشاريع لإنتاج 3 طائرات و6 مروحيات وطائرتين مسيرتين وطائرات هدفية، طائرات مسيرة تستخدم كأهداف في التدريبات، إضافة إلى مشاريع لإنتاج أقمار صناعية. ولفت إلى أن أهم مشروعات لشركته هو مشروع المقاتلة الوطنية التركية MMU التي سينجز من قبل 3000 فرد من توساج، إضافة إلى حوالي 3000 آخرين من شركات أخرى ستساهم في المشروع. وأضاف كوتيل إن الطائرات من الجيل الخامس يقودها طيار واحد ويحل الذكاء الاصطناعي محل الطيار المساعد، وأن المقاتلة الوطنية التركية ستكون هي أيضا طائرة ذكية تتمتع بنفس الخاصية. وأشار إلى أن محرك المقاتلة سيتم تشغيله عام 2023 وستقوم بأولى تجارب الطيران عام 2025، فيما سيتم تسليمها إلى القوات الجوية عام 2028. وأوضح كوتيل أن محرك الطائرة سيطور من قبل شركة ترك موتور المحلية، وأن شركات أخرى ستساهم في تطوير بعض أجزاء المحرك. وذكر أن أنظمة الهبوط بالمقاتلة سيتم تصنيعها من قبل شركة تركية وأخرى إيطالية، إلا أن حقوق الإنتاج ستكون في تركيا، كما سيتم تطوير أنظمة التكييف بالمقاتلة في تركيا. وأضاف كوتيل أن على تركيا الجمع بين الجودة والسرعة والتكلفة المنخفضة، وأن المنافسين أصبحوا يدركون جيدا أن شركة توساج باتت من أقوى اللاعبين على الساحة في قطاع الصناعات الجوية، وأكد على أن شركة توساج لديها المقدرة والكفاءة لإنتاج المقاتلة الأمريكية F-35، وتابع في حال حصولنا على رخصة الإنتاج يمكننا إنتاج مقاتلتي F-35 في شهر واحد، نمتلك حاليا القدرة على ذلك، نحاول منذ بداية الطريق أن يكون كل شيء بالمقاتلة محليا 100%، ويجب أن تكون المقاتلة محلية تماما حتى يمكننا بيعها للدول الصديقة. إذن تركيا تتحدى أمريكا وترد عليها بالأسلوب المناسب وتقول لا حاجة لنا F-35 الأمريكية، فنحن قادرون على إطلاق طائرتنا الاستراتيجية التركية الشبحية في 2023 لتحلق في السماء. إذن تركيا بفضل الله عز وجل لا يمكن إيقافها، تركيا ماضية بفضل الله عز وجل في طريقها لكي تنتج طائرتها الاستراتيجية الشبحية بعيدا عن القيود الأمريكية والعقوبات الأمريكية. ولكن كما نتابع أن أمريكا تحاول أن تخلط الأوراق في الداخل التركي عن طريق دعم المعارضة لمحاولة إسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان وأن يجعلهم دائما نصرة للإسلام والمسلمين. متابعين الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.